الريال اي لا لا مش نقولوا مع... مو بعد مش خرج خميس لا لا لي. ما عندي مخرج لك تك تك اسال ورا بعض برا اي يا غد سمعت وين نلعب وين نلعب شو سمع اللي متأدي في فساد زعما انت بكيس وتصب لا بلا تو تيشر بلا معك وين نلعب تو تو لعب تو نخاف بس وليه كل شيء بكسمية بحثية تشرب على كسمية تضحك انت زين العظيم تقول ماجل تحدى مش رايح لامي يكس في كل غازي بلا لا 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 مش ناحية الماء باش ما يضربنيش لا لا ولا لا سبعة اوكي باهي مش هي البيع هذي في واحد يخور رادار منه وش 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 رماك وش والله بالحق اقعد شيء نغزل فمك شيء حوز الحال وش 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 في شيء واحد اخر مش شنو هي البيع سامحني ما نجمتش شنو ما نجمتش تقول الخاصة بتاع بارد في فمه يا ها 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 شيء البيع ها اي نكملوا الحوار بس مش تكمل الحوار تحت الماء كملوه كمل الحوار نسين المنزل قاعدين مي قال وانت برش الاول نروح برونزيل بعد برشلونه مي قالوا هل انت برشلونه ولا ريال؟ ريال انا قوم بكري ولا تسهر مخر؟ خير قوم بكري ولا تسهر برشا؟ مادام جيت هوني سي بون نسهر برشا وقوم بكري ديري ولا سهر؟ ديري الاولى يا خان تعرفوا عليك ديري ولا سهر؟ سهر صباك بالقفيلي ولا بلاش؟ هذا متسلف وبلاش صباب سباجيتي ولا فل؟ فل فل نسمة الحمراء ولا الخضراء؟ زرقاء سمير لوسيف ولا فوزي بن قمرة؟ قمرة قمرة باهي ماسك ترجي ولا الافريقي؟ باس لحد رياضي ولا بلا مجاملة؟ نسمة شو يبيع توهيب؟ العب العب ما ليش مجاوب شنو تقول لي نسبة حمراء وزرقاء جاني تمساح هاي فكر كاو يز 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 مش نشوفوك رمضان الجاي ولا مانيش ظاهر سيء ماشي نداوي بصوفية ماشي نزرق شو سي بون مقبله سي بون كل مره حيوان مخرجين لي مره كسمان مره تمساح تفرج حدا قبيلك خرج تمساح تفرج احد رياضي ولا بلا مجامله؟ زوز على الحيط خلينا ناخذ مفسر حكوك ولا دبيبس؟ حكوك ولا دبيبس؟ بوات بوات جبالي ولا الغنوش؟ عاد جبتوني في زاوية نحيتوا لي بصوا فيا عاد لعب تو هيا كوي سك سك البرنامج سك شنو هي تقول فيك شو اسمه البروجرام كبير في الماضي ناس تكابس منه ومنه يا ربي شيخ شو تقول قلت في بيت القاعد واحد ينظم ولا اسمع جاوا الناس كل منوني ومو راحت ها 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 شيخ ها 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 انا قلبي يضرب في 280 ها 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 سبنوا مع نولو سبنوا مع البرولوا شنو هي ذي تقول والله العظيم ما تفهم شيء دور هكا بحر جلاس يجهزه بحر يا بحر جلاس يجهزه تحطوا هكا بحر طمع فيه هكا حطوا التالي خير باهي كاو كملوا كاو ما عادش عندكم اكسسوار اخر باش تخرجوه لا ما عادش حد رياضي ولا بلا مجامله؟ بلا مجامله خير تو قلت ما قلت حد رياضي خرجني فيه حمد كاو بلا مجامله يمين ولا يسار؟ يمين الجبيري ولا الغنوش؟ جوج غنوش حوت ولا دجاج؟ دجاج بنايه محاجبه ولا سافره؟ مسافر هاي مسافر تو خلف شنو هي برسمك من غير ما نفهم ديريكت ولا اكسبريس؟ ديريكت ولا اكسبريس؟ اكسبريس اكسبريس
ما عادش لغز الغادي لو في الليل حتى لغز الغادي تاك المرزوقي الاخر فوق وضع اليمين بيه ما رجعوا المسرحية عندي ليك سؤال نسيت المسرحية كيف أنا جمتوا توافقوا مع ثلاثة من الناس في المسرح بالله فك علينا التوضيع والله قاعدين نتشاموا وما قلنا داش عندهم بالحق كيفاش نجمتوا توافقوا ثلاثة فرد مسرح معنا كيف ده المسرح ضيق مثلا دبل ما عرضوا البرة ليه بالحق شو كيفاش وفقت كيفاش وفقتوا شنية شنية تعمل لك شفت روح شكبة قاعدين يشامي فيه هاي خرجوا توا حي وفقنا 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 بالحق والعرض شي تسمى فريمان شو فريمان كيف هذا بروجيكسيون ترجع لحاجة دي قعدت في دارنا مش خير لي راني مقيل تو والله اعلم يا ربي وين تو وفقنا لو في السؤال بحث موافقين على عرفوك المستمعين في سايس خوك ايوه عرفوني خواف اليوم في لبس بعد التمساح باش نشوفوا حاجه رمضان سنه ولا لا؟ ان شاء الله بالحق عندك عمل؟ لا لا اختلع لا لا مازلنا مازلنا لف مازال ما عندنا شيء رمضان تو اه لا الفورير من هنا يا معلم كملنا فورير السلام عليكم لاباس عايش عايش خويا كملنا فورير ما تعداش جمل من بعد فلولي مش تدخل من تخلى منا وخرج مني خل تعدى ذاته بالنسبه السلام عليكم السلام عليكم في الفورير جاي باش نعديه ماكش خايف من الفشل فشلت لا لا بحول الله ما خافوش من فشل امورنا جميله مترنين عليها مترنين عليها هذيا والنسق نتاع الريتم تو كي تعمل مسرح اه والنسق نتاع الريتم هذايا ودي ركبوا جن هذا من قبيله ماشي عارف يجي اقعد حدايا يجي لاباس تسلم عليا في يطيق شنو يسلم عليا يعني لا في يطيق قاعدين جيب لي الحلو من بعد الواحد شيخت انت وتحاحي في حلوف قاعد المقبيل ما خليتوناش نكملوا حوار لا ماهوش حوار هذا تقول في شو اسمه انت هات لي الاسئله تنجاوب نبعثهم لك ميل بعد انا بعثهم لك هات الادريس بتاعك هات حط لك ادريس ميل والله فكره ما شكون الشخصيه اللي مش تقلدها في العمل الجديد؟ تصفير ولا لا اقصد برشا اسئله معناتها ما عادش الوقت جاوبني عليها هذيك ابعث لي ميل وشكون شخصيه باش تقلدها في العمل الجديد؟ فماش دي بيرسوناج باش نقلدهم باش نحكي بصوتي صوت وسيم شنو صوت وسيم؟ صوتي اللي نحكي معاه تو بيك شنو الفائده؟ يا ربي اللي يخرج لا 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 يا شيخ هاي يا لا لا شو اسمه بسام واحد تقول جاي في حلمه تو جاي بكلم شو اللي بعد بالله كمان قفازات اخرين خرجوا مع بعضهم خلينا نقعدوا نحكيوا شويه شنو الشخص يا اضحك في دارك مخرج انت ما عادش تقدر تضحك برا قربتينا في دارة ما تجيبش تضحك اضحك اضحك يا بنت تموت يا بنت لكن تموت عاديوك شهيد لباس والله بدك الله يرحمك لا لا ملعت ملعت به معناتها ما تخافش من الفشل بخاف نوفل ما كنتش خايف توليت بخاف مادام خايف من واحدة متعدي هكا صمام تعمل لي بالقلب كيفاش 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 نجمتوا توافقوا معناتها باش نشوفوا مشاهد كل واحد وحده والحكاية مع بعضها كيفاش العمل احكي شوية للسلام عليكم خاطر العباد اللي يحبوا يجوا يتفرجوا السلام عليكم من الأول تبدا تروا باساج كل واحد يتعدى في أربع دراج ومن بعد عندنا دي زانترفونسيون مع بعضنا معناها نبدا مثلا أنا ويدخل معايا فيصل وبسام يبدا بسام ندخل معاه هنا وفيصل معناها مربوطة ببعضها كل واحد
ما عادش فهم ما عادش كلمتنا من واحد انا تو خاطر احنا كشنجل بعد سبعة ما عادش يتعدى ساعة تعدى واحد مشنجل انا خايب انا عجبتني بتضحك علي شنو ردود فعل رجال السياسة وقت اللي تقلدهم قالوا فما شكون قالك ما عادش تقلدني وفما شكون قالك العكس فما اللي قالوا ما تقلدناش كيما مش ما تقلدناش تغشش وقتها من الاول حمل همامي تغشش من الاول تغشش ومن بعد قعدنا حكينا قال لي لا ما عادش تقول انا كحمل همامي تقول انا كحزب العمال انا يحب يعمل دعايه الحزب ما نسيت انا تو ما عادش تقلد نسيت روحي شكون انت هل انت عصامي؟ انا عصامي عصامي جمعه لا معناتها عصامي التكوين انا وعلى عصامي على الاخر يلا طيب كلنا كلنا عاد ما عادش عيشه بالرجوع والله ما عاد عيشه والله ما عاد عيشه والله واحد جاي تخيل شو بتعمل نوم بالله خرجوها برسم خرجوها قداش تاخذ 30 اجلس في مخك رسم سكر البرنامج سي علي ما عادش البرنامج يركب سكر ومسكت ما جاوبتنيش جاوبت على انت عصامي وخلص عصامي على الاخر ما نعرفش اوكي يعطيك صح يعطيك صح شكرا لك يعطيك صح تصفيقة على ميغالو لاباس لي لوفات تقارن على الاربعة تبارك خير هاي تبارك خير سنوس وكاو هذاك كان محلول ريكور عاود حل بعد مسكر هاي نكملوا هاي نكملوا ما تي كلمتين نعاودوهم ونمشيو هاي دونك جاوبني على السؤال هذا يا اخي جاوبني على السؤال هذا خاف تيلي نعملوها قفله جاوبني على مش هذا اللعبه يا واحد ماشي مشي لا بعد المرة هاي يا قلب وليه انت حبيب وليه عليك ما بس اللي لو فات نتقابلوا الاربعه جاي تبارك خير